يعتبر مرض ارتجاع المريء أحد الأمراض الشائعة المرتبطة بالجهاز الهضمي والتي يصاب بها بعض الأشخاص بشكل مفاجئ بسبب اتباع بعض الأنماط الغذائية الخاطئة. كاميرا مركز الأخبار التقت بالدكتورة مهيبة عبدالله استشارية الجهاز الهضمي والكبد والتنظير المتقدم في مستشفى ابن النفيس والتي بدورها ألقت الضوء على أبرز النصائح والإرشادات في هذا الخصوص. طبعا احنا كعلاج او ارشادات احنا وايد نركز على الاكل، لان ترى جزء من الاعراض لها علاقه بالاكل والنظام الغير صحي. فاحنا عاده ننصح ان كسر للصيام يصير على اكلات بسيطه وسهله الهضم مثل الماء، التمر. الواحد يعني يكسر للصيام على هاي الشغلات. وثانيا ما يبتدي في وجبة الفطور مرة واحدة، يعني يأكل كميات وايد. فدائما أنا أنصح مرضاي إن هم يبتدون مثلا يتفطرون على التمر والماء، يصلون وبعدين ندخل على الوجبة الرئيسية. ووجبة الفطور بعد مهمة من ناحية الكميات، لأن إذا الشخص كل كميات وايد عودة بعد نفس الطريقة الأكل يعني بيرجع بيصعد على فوق، بيروح في المريء. فعشان نتجنب هاي الشغلات ننصح بتقسيم الأكل، يعني ناكل كميات قليلة بس على فترات. يعني في بعض مكونات الأكل بعد نفس الشيء تزيد من عملية الارتجاع، مثل شنو؟ مثلا الأكلات اللي فيها دهن، يعني دسمة تكون، السكريات، الحلويات، البهارات إذا في الأكل، الأشياء الحارة، الفلفل، الحمضيات، المنبهات مثل الشاي، القهوة، الكوفي، المشروبات الغازية، الفاست فود. هاي الأكلات وايد تتعب المعدة، فإن يعني نشجع على تخفيفها أو إنهم يعني يمتنعون عنها قدر المستطاع. نشجع دائما على أكل الأشياء الفريش مثل الخضروات، الفواكه، وشرب كميات كافية من الماء. لو هاي بعد كله مفيد ومهم. بعض الأشخاص تلاحظينهم إنه مثلا بسرعة يأكلون أو بس بسرعة يبلعون اللقمة، هذه بعد يعني عادة كلش مو أوكي، سيئة، لأن عملية الهضم 90% من عملية الهضم تصير في الفم من ناحية مضغ الأكل. فإذا ما في مضغ أكل بالطريقة العدلة فالأكل يتم مدة أطول في المعدة والأعراض الارتجاع تزيد.